ريهان صحيح، ورق لورا وملح وفلفل، وهنعرف امتى نحط الفلفل وامتى نحط الملح، يعني مش هيتحطوا مع بعض. ايه الكلام الكبير ده؟ يلا بينا نسمي بسم الله. ولا للرز هعمل الحشوه واسيبها تهدى وتبرد خالص قبل ما احشي الحمام، ماشي؟ دي اول خطوه معايا، لازم بس الحله تسخن كويس. هاخد معلقه زيت، بسم الله، معلقه زيت كده على معلقه سمنه عشان بس تطعم لي الحشوه بتاعه الحمام. عايزين معلقه كده حلوه، يلا معلقه زيت، معلقه سمنه، ويا سلام لو السمنه دي بلدي بقى. عملت ايه بقى؟ اول حاجه فتحت كده بين الجلد، جلد الحمام ولحم الصدر بالشكل ده، خليتها سايبه خالص وبصوابعك مش بسكينه، اوعي السكينه تيجي ولا حتى بوز السكينه، حته اصلا جت معاكي تفضلي تسلكي كده فيها بصوابعك بالراحه، افضل امشي كده، امشي 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 لغايه ما اخلص لغايه الصدر من هنا. بعد كده اروح جايه قلب الحمامة ناحية تانية كده، واجي عند الرقبة. طبعا بنقطع الراس، في ناس يعني أمهاتنا بقى القدام كانوا بياخدوا الراس يقفلوا بيها الحشوة بتاعة الحمام، احنا شلنا الراس خالص بس بخلي الزور بيدي طعم حلو قوي مع الحشو. وادي جلد الرقبة برضو شلت منه، بيبقى فيه شوية دهون هنا، شلتها كلها وفضلت أسلك أسلك لغاية ما وصلت للتسليك اللي أنا وقفت عنده عند الصدر. فاللي حاصل إيه بقى؟ لو جيت شلت الجلد من هنا اهو، والجلد من هنا، بصوا شايفه يا سمر الدنيا ثابت خالص ازاي؟ ممكن اوريها لك اكتر كده اهي. دي هنا السمنه والزيت اللي حطيناهم سخنوا كويس قوي، هروح نازله بالبصل، بسم الله بالشكل ده. حلو الكلام، حلو الكلام. تقليبه، مش هخلي البصله تاخد لون، مجرد بس انها تدبل بس من سخونيه السمنه والزيت معايا، انا مش عايزه اكتر من كده، علشان البصلة لو فضلت كده بريحتها وطعمها هتديني نتيجة حلوة جدا جدا في حشوة الرز بتاعة الحمام. لا بالكبد والقوانص بتاعة الحمام متقطعة صغير كده بالشكل ده، وتعالوا بقى عدوا معايا الأهم دلوقتي، التوابل اللي هحطها على الكبدة والقناصة والبصل، دي مهمة جدا، وبعد ما احط الرز هرجع اعيد نفس التوابل تاني، اللي هي ايه بقى؟ بص يا ستي، فلفل اسود بزوده شويه، حكايه بيدي ريحه وطعم لرز الحمام، عسل وملح، ماشي اهو كده. وعندي اي بهارات مشكله عندك، وعندنا كمان قرفه، على جمال القرفه في الرز في الحشوه بتاعه الحمام، بابريكا يا رب يخليك يا سمر، وشويه حبهان كده حلوين وطعمين. وبعدين نروح مقلبين الدنيا دي في بعضها كده بالشكل ده. هجيب بقى شويه زبيب، وزي ما قلت لكم دي اضافه من عندي بحبها جدا جدا جوه الحشوه بتاعه الحمام او الفراخ المحشيه، زبيب بيديها طعم في منتهى الجمال. لازم يتنقع حوالي ربع ساعه في شويه ميه عشان ينزل لي كل التسكيره بتاعته وما يدينيش سكر، يديني طعم الحلو بس اهو. بصوا بقى بيدبل من الميه، حتى لونه بيتغير ازاي، هو كده دلوقتي نزل لي كل التسكيره بتاعته. هروح واخده شويه برضو اعصرهم كده واحطهم على الكبد والقوانص بالرز، يلا بينا اهو الرز مغسول ومتصفي، بسم الله. نديها تقليبه حلوه، بصوا اللون، ها ايه رايكم بقى؟ اللون ده زي لون الرز بتاع حشوه الحمام اللي في المطاعم ولا لا؟ تيجي كده يا سمر نشوف كده اهو، شايفين اللون عامل ازاي؟ رائع، والريحه طالعه من شويه التوابل والبهارات اللي اتحطت فيه ملهاش حل، الله اكبر عليها. بصوا بقى عندنا هنا تكايه مهمه في تسويه الرز، انا مش هسويه، ده انا يا دوبك هحط له شويه ميه صغيرين بيبقى مقدارهم بالظبط بالظبط نص مقدار الرز، يعني مثلا كوبايتين رز اروح حاطه كوبايه ميه، يعني ولا حتى بغطي الرز. بصوا ازاي كده، بس اقف يا عم لغايه هنا، شكرا مش هنكمل. وبعدين ما تخليش الميه تغطي الرز اطلاقا، مجرد وانت واقفه كده وانت بتقلبي هيتشرب، تروحي على طول طافي عليه. طب افرضي ان انت هتكملي سواه عشان تقدميه تحت الحمام، ايه اللي هيحصل؟ هديله عقد الميه العادي بتاعه جدا، واول ما يتشرب اروح واخده شويه للحشو
واسيب الباقي على نار هاديه. بصوا اللي حصل ايه، شايفه يا سمر اتشرب ازاي على طول اهو، بصوا خلاص مفيش ميه، مجرد بس ينشف هروح صافيه النار وعلى طول اسيبه يبرد واحشي بيه الحمام. ايه ده، معقوله؟ زي ما كنا بنقول في الاكاديميه، لازم لازم الحشوه تكون بارده، تكون نفس درجه حراره اللي هتحشي بيها. بمعنى ايه؟ الرز بارد اهو خالص، وشايفين ازاي نص سوا بس، ولونه الجميل وريحته طالعه في منتهى الجمال. كل اللي هعمله همسك الحمامه كده الاول، طبعا انا هوجهها لكم انتوا عشان تشوفوا انا هعمل ايه. بمسك الاول الصدر من جوه واخد الرز كده، بسم الله اللهم بارك يا رب، بالكبد والقوانص بتاعه الحمام اللي قطعناها مكعبات صغيره خالص، بتستوي على طول بسوى الرز وبسوى الحمام، ما بتاخدش اي وقت. بصوا ازاي كده، يبقى انا الاول حشيت فين؟ حشيت القلب من جوه، بعد كده بروح فاتحه كده بين اللحم وبين الصدر اهو. ماشي كده يا سمر او شهلد معايا؟ اوعي. يلا عشان تبقوا اساتذه بقى ايه في الحمام النهارده ان شاء الله بالحشوه الجميله بتاعتنا دي، الله اكبر عليها. بصوا كده ازاي اهو، كفايه قوي قوي كده. بعمل ايه بقى، انا كل شويه بخلي الرز ياخد مكانه يستريح، برستقه بمعنى اصح. والرجل اهي، الرجل دي اتنيها كده، دخلها كده لجوه واطلعها من الفتحه دي اهي، ماشي بالشكل ده. ماشي كده يا سمر، عذبتك معايا. ماشي، الرجل دي مش هتدخل، لو دخلتها في الفتحه دي هتتقطع، حته الجلده دي هتتقطع، دي بتدخل تحت الرجل الاولانيه. ازاي؟ بمسكها من عندي عقله هنا، بمسكها من العقله دي كده واتنيها واروح مدخلاها كده اهي واظبطها. يلا يا جميل، يلا الميه فيها بصل وحبهان وورق لورا وفلفل اسود بس، لمده قد ايه؟ لمده 25 دقيقه بسلق الحمام. بعد 25 دقيقه بروح كشفه الحله وحط الملح وسايباه 5 دقايق كمان، يبقى اجمالي تسويه الحمام نص ساعه بالظبط. مطلعاها في طبق تبرد خالص، تتشمع في الهواء، تبقى متشمعه كده بالشكل ده، ولازم قبل ما انزلها الزيت تكون بارده ومتشمعه اهي. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليها، ده المسلوق يا جماعه، حاجه كده زي العسل، تحس انها مش محتاجه تتحمر اصلا يعني. الف هنا وشفاء ليكم جميعا، وخلي بالكم زيت الحمام مفيش فيه اي مشكله، ممكن اصفيه بعد كده واستعمله برده في تحمير فراخ، تحمير حمام تاني، مفيش مشكله خالص. زيت غزير بالشكل ده لازم يكون مغطي الحمامه، واخد كده الحمامه اللي بردت خالص، بصوا كده هي خلاص اتحمرت من جميع النواحي. وفي حاجه مهمه جمال، الطريقه دي ما بتخليش ابدا ابدا الحمام يشرب زيت، وهتشوفي وهتجربي بنفسك. نحضر بقى الطبق اللي هنطلع عليه، ونجيب كبشة الزيت، وزي ما اتفقنا مجرد ما نزله في الزيت اديله تقليبة كده بس، ياخد لون ذهبي بس، لانه هو كده كده بعد ما بطلعه من الزيت واسيبه شوية لونه بيغمق تاني، فانا بطلعه من الزيت فاتح ما بسيبوش يغمق للاخر. اهلا، وهي سخنة بقى كده ايه، عسل. يا رب يا رب النهارده نكون غطينا موضوع الحمام، مفيش اي مشاكل بعد كده هتقابلنا، هنبقى اساتذه في الحمام احلى من 100 مطعم باذن الله.